إبراهيم زي ما قلت كلنا نرحب بهذا، وأخيرا جاء وقت إقرار الضوابط اللي هنرحب بها كلنا. وإن كنت يعني كنت أتمناه مبكرا بعض الشيء، أي كنا في غنى عن كثير مما يحدث في الفترة الأخيرة، مش فترة أخيرة حقيقة، احنا بقالنا سنين. وأرجو أنه على غرار ونسق اهتمام لجنة ضبط الأداء الإعلامي أن تأتي إجابات أخرى من جهات أخرى تم التقدم إلى شكاوى كثيرة فيها، ونحن نرحب بأي تحقيق عادل منصف ونقبل أي نتائج فيه، ونتمنى نشوف رد من اتحاد الكورة، نشوف رد من اللجنة الأولمبية، نشوف رد من جهات أخرى لجأنا إليها الوزارة، لأن الحقيقة ما نقدرش نسيب الدنيا كده.